الحي والحي حي الكريم. انت اخر وحده بتوقع منها هيك يا رشا؟ خير شو في؟ مش عارفه شو في، امثل علي. عن جد انا مش فاهمه انت عن شو بتحكي. عن العقد الذهب اللي سرقتيه. يا ويلي انا اسرق؟ لكن العقد ركب جناحه وطار لحاله من الجارور. انا؟ انت بتعرف كتير منيح يا ست نور انه انا ما بدي ايدي على شي مش الي. انا الي سنين بفوت على بيوتكم، بعمري وحياتي ما اخذت منكم شي. ماما الي ساعه نطرتي، في شي ضروري بدي اقوله. انا اللي عندي شي قلك اياه وبتطبقيه فورا. براء من اليوم ورايح ما بدي اعرف انك حكيتيها او تعطيتي معها، مفهوم؟ بس ماما انا منشان هيك بدي احكيكي. عم تفهمي شو عم قلك؟ صاحبتك او اما سرقوا عقد الذهب. معقول هي؟ طبعا هي، لكن انت او انا. دموع الندم كتير منيح لإلك، بس ما بينصفوا براء وإما. قولي لي شو بعمل؟ كوني سالي اللي أنا بعرفها، الجريئة، العادلة، الحقوية، والضمير الحر. ماما شوفي، لا عيونك حمر هيك. ماما انت بتعرفي انه كنت معزومة على عيد ميلاد رفيقتي؟ ايه. وبتعرفي انه كنت لابسة فستان جديد، كنت حابة يكون مميزة، فما لقيت غير عقد مجوهرات فخم بس سعرته ولبسته. شو؟ ما تقولي لي انه انت. يا ويلي بتعرفي شو خربتي باللي عملتيه؟ بس انت لا تسرعتي واتهمتي طنط رشا. لا انا فلسطينية وفقيرة، ما هيك؟ بعمري ما كان الفقر تهمي، وبعمري ما كان جزيد الانسان تهمي. بس انا كل هالامور ما خطرت عبالي. سامحيني رشا، غلطت بحقك، عن جد سامحيني.